أيها الحفل الكريم، شكرا عبد الله عثمان العمدة على هذا التفاعل. وقصة الثاني عشر من الأشواط تنتهي، وهذا هو الشوط هام، شوط الثالث عشر ينطلق على البركة والتوفيق، البداية الجولة الرابعة للبكار. أيضا المحليات مباشرة مع شعار بن رملي مسلم بن الرملي بن محمد العامري، مع القوة ومع الإثارة اللي هي الركية. يا سلام، الدور دور المركز الثاني، هنالك الذيبة حمد بن محمد بن علي الراشدي مع المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء، هنالك الوصول وايضا الانتقاله الجميله والرائعه من قبل الطياره. يا مرحبا يا ابو راشد، يا بن راشد بن محمد الهاجري مع المركز الان الثالث. الدور دور المركز الرابع، هنالك ملاقط لسيد احمد بن سالم بو ظفيره العامري، وذكريات ملاقط، الذكريات الجميله واختيارك لهذا الاسم، مشكور يا العامري على اختيار اسم ملاقط، شكرا يا ابو سالم. بينما هنالك المركز الخامس، الوصول والقوه من قبل الطاغيه علي بن خليفه بن رشيد السويدي مع المركز الان الخامس. هو الدور دور المركز السادس، شعار بن عفصان، هنالك واصل بقوه هملوله عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، وهنالك سرابه للسيد مهير بن علي بن دري المنصوري، ووصول ايضا من قبل غزوه خيت بن علي المنصوري باحثا عن غزو مكثف لهذه الرائعه وهذه المميزه. هنالك سعيد بن عبيد بن عرض الحميري مع الوثبه على المركز التاسع، وفي المركز العاشر هنالك اسم جليلة لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي مع المركز العاشر. هذه هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هذه هي الشعارات العشر، هذه هي الأسماء المنطلقة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الكادر الأول، أعود هنالك إلى الراشدي، أعود إلى الذيبة. الله 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 الله، الذيبة 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 على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى وعلى القوة الأولى وعلى الانطلاق الأول وعلى الكادر الأول مع المقدمة والصدارة، حمد بن محمد بن علي الراشدي مع المركز الأول. الله، يا المركز الثاني، هذه الركية مع المركز الثاني ومع القوة ومع الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا بن رملي مسلم بن رملي بن محمد العامري مع المركز الثاني، بينما الدور دور ملاقط مع المركز الثالث، احمد بن سالم بو ظفيره العامري مع المركز الثالث ومع المركز الرابع، هنالك هملوله عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، وكذلك هنالك جليله لسعاده محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي. يا سلام، المركز الخامس، هنالك الزاويه الاخرى، هنالك سرابه مهير بن علي بن دري المنصوري، وهالي الختم يطالبون هذا الشعار بسلام كما عودهم دائما وابدا. وصل باللصلي واول اذاعه للشهنيه بطيب محمد بن مصبح الشامسي مع المركز الان الخامس، بينما هنالك الوصول. يا سلام يا سلام، اشتد النزاع مع مصيحه محمد بن سالم بن محمد اليديلي، واول اذاعه، اول اذاعه لهذه الرائعه، لهذه البطله، لهذه المنطلقه، بينما هنالك الشهنيه سعيده بن سويده بن زايد المنصوري. يا سلام، بينما هنالك بشاير بشرى الخير مع بسم، هنالك قادمة مع التحدي سيف بن محمد بن راشد بسم المنصوري المنصوري، وصلت العمالة، وصل الظنون علي بن حمد البطين المري. يا سلام، أعود إلى المقدمة، أعود إلى القوة، أعود إلى الإثارة. 1200 يا متابعين، يا أيها الأخوة المتابعين، يا أيها الأخوة المشاركين، إعلان هام، ملاقط ملاقط والذيبة، ملاقط والذيبة وجليله. يا سلام، أسماء تاريخية، أسماء قوية، أسماء الشاهنية، وهنالك بن رملي وبن عفصان، والقوة حاضرة مع اليديلي. يا سلام يا سلام، المركز الأول والصدارة، الكيلو المتر النهائي، الكيلو ما بعد كيلو، الكيلو
وما بعد رحمة إلا من الله سبحانه وتعالى. يبدأ فتح الأجهزة ويبدأ الأوامر ويبدأ التركيز وتبدأ السيوف وتبدأ الرموز ويبدأ الزعفران ويبدأ الانطلاق وملاقط العين دار الزين. يا سلام والعامري وهنالك لديلي. ياهي غزوة ياهي مصيحة ياهي هملولة ياهي انطلاقة ياهي شاهينية. ولكن ملاقط ملاقط ومصيحة يا سلام. ملاقط مع المركز الأول، ملاقط مع الصدارة، ملاقط مع أبو ظفيرة. يا أبو ظفيرة يا أبو ظفيرة المركز الأول. الحذر الحذر من المركز الثاني. الله يا مصيحة انطلقت مصيحة انطلقت إلى الناموس انطلقت إلى السلام. سلام 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 يا لهيبي سلام سلام يا الانطلاق سلام سلام بالفل سلام سلام يا بالنخار سلام سلام يا المضيبي سلام. هذه هي مصيحة محمد بن سالم بن محمد الوهيبي وتحية يا الوهيبي. سلام يا لديلي سلام سلام يا الشرقية سلام سلام يا السلطنة سلام. هذه هي مصيحة محمد بن سالم بن محمد لديلي. المركز الثاني الشهنية هنالك بطيب محمد بمصبح الشامسي. وفي المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء الوصول من مزون عبد الله بخلفان بن علي الرفيس الاكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع هملولة عامر بن حمد العفصان المنصوري. وفي المركز الخامس هنالك الوصول من ملاقط احمد بن سالم بن ظفيره العامري. ياهي قوه ياهي اثاره ياهي متعه ياهو ابداع يا سلام. ولكن مصيحه في الامتار النهائيه بلغت سرعتنا 51 كيلو متر في الساعه. يا سلام يا بالنخار يا سلامي عليك يا ليديلي. 4 دقائق 7 دقائق 44 وجزئين من الثواني. سلام سلام يا مصيحه سلام. محمد بن سالم محمد الجديلي مع المركز الاول والناموس. بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض رائعه وتشكر عليه 7 دقائق 45 وخمسه اجزاء من الثواني. هنالك القوه بطيب محمد مصبح الشامسي مع الشاهينية مع المركز الثاني والرفيسة الثالثة. 7 دقائق 45 وتسعة اجزاء من الثواني. تهانينا لمالك مزون على فوزه بالمركز الثالث والتهنية لعبد الله بخلفان بن علي الرفيسة الاكتبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء القصة تنتهي وشوط يبدأ بالقوة وبالإثارة والمتعة والإبداع.